رجعنا تاني اهو للقوايم مع انها بتسبب مشاكل وزعل. الفيديو ده فيه 5 افلام معقدة من وجهة نظري انا، ودي قايمة شخصية حسب تفضيلاتي انا، وهي جزء تاني لقايمة اولى برضو موجودة على القناة هنا، فبالتالي مش هتلاقوا الافلام اللي في القايمة الاولانية موجودة في القايمة دي. اما الافلام اللي في القايمة دي 4 منهم ليهم مراجعات او ليهم شرح وتحليل على القناة هنا، يعني الموضوع من بابه هتشوف الفيديو ده وبعدين تشوف الافلام دي لو ما شفتهاش، وبعدين ترجع تاني تتفرج على التحليل. زيتنا في دقيقنا يعني. La manie du cinéma, cinémania. La manie du cinéma, cinémania. Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? سوزان شخصية ناجحة عندها معرض فني، ولكن بشكل مختلف شوية وغير تقليدي، وغنية جدا وعندها كل سبل الراحة والسعادة، ولكن لأن البني آدم نمرود بطبعه فهي مش سعيدة قوي في حياتها المملة، لحد ما بتجيلها رواية بيبعتها لها جوزها الأولاني اللي سابته من 20 سنة، والرواية دي بتكون رواية قاسية جدا ومؤلمة بشكل كبير جدا جدا. ومن هنا بنبدأ نتنقل بشكل متوازي ما بين قصتين، أحداث الرواية في جانب وحياة سوزان في الجانب الآخر. والتعقيد في الفيلم ده مش بس بيكون في الرسائل والرمزيات في كل قصة من الاتنين، لا، الموضوع بيكون اكبر من كده شوية، انه في رسائل ورمزيات في كل قصة من الاتنين، ولكن كلها مربوطة ببعض علشان تشرح لك وتوصل لك معنى الفيلم والمغزى الرئيسي وراء اسلوب السرد ده. وبجانب كل ده طبعا عندنا اداء تمثيلي مبهر من رباعي البطولة الرئيسي. Pondered through the seasons, now in his 15th year crystallized with the pain of puberty. شاب مراهق عنده مشاكل نفسية وبيمشي وهو نايم، بيقابل كائن غريب وبيقوله بأن العالم هينتهي في خلال 28 يوم و6 ساعات و42 دقيقة و12 ثانية بالظبط. الفيلم ده هو ببساطة صراع ما بين الشك واليقين، كل الحقائق فيه نسبية قابلة للشك، كل شيء طبيعي هو شيء غير طبيعي في نفس الوقت، كل شيء بيبدأ بكذبة حتى يثبت العكس. برضو عاوز ايه؟ There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. كوب عميل من مستوى عالي، تخصصه هو اختراق الاحلام وسرقه الافكار والاسرار المهمه، واللي بيقابل سايتو بيكلفه بمهمه جديده، وهي انه يخترق حلم ابن واحد من منافسينه ويقوم بزرع فكره في عقله، وهي انه يفكك شركات ابوه، وفي المقابل وعده لو المهمة دي نجحت هيسمح له يرجع لبلده ولولاده تاني لأنه كان مطرود وبعيد عنهم. فيلم انسبشن من أهم الأفلام اللي تم إنتاجها في الألفية الجديدة، فيلم مبني بالكامل على فكرة جديدة ومختلفة، وعبقرية الفيلم ده مش بس في تعقيد فكرته، لأن فكرته للوهلة الأولى تبان بسيطة وواضحة، ولكن ميزة الفيلم ده إنك دايما كل ما هتتفرج عليه هتكتشف فيه حاجات جديدة، ده غير إنه مليان طبقات مختلفة من التعقيد سواء البصري أو السمعي، والمقصود بالسمعي هنا هو التوتر اللي بتوصلك ليه الموسيقى، وطبعا على مستوى القصة نفسها، ده غير رؤية وتصور نولان نفسه لعالم الأحلام اللي يكاد يكون منطقي بنسبة 100% دون أي استناد لأي نظرية علمية على حسب علمي أنا، وده شيء في قمة الإبداع. What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it. عميل سري مختص في عمليات السفر عبر الزمن علشان يمنع بعض الجرائم قبل حدوثها من الأساس، اتصاب في عملية من العمليات ووشه اتحرق، فاضطروا يغيروا له جلد وشه بالكامل ووكلوا له مهمة أخيرة قبل خروجه من الخدمة. بريديستنيشن هو مثال للفيلم اللي هتشوفه وهتفهمه ومش هتقدر تقتنع إنك فهمته بالكامل، وحتى لو وصلت لقناعة إنك قدرت تفهمه بالكامل مش هتقدر تشرحه لحد، ولو قدرت تشرحه لحد صدقني مش هيفهم منك حاجة. يعني اعمل ايه؟ الفيلم فعلا تجربة مختلفة في وقت قلت فيه التجارب المختلفة والمغامرات، ومش معنى غموضه أو صعوبة تفسيره بسبب ضعف المفارقة أو النظرية اللي بيحملها ده يعني إن الفيلم سيء، الفيلم فعلا ممتع جدا في المشاهدة، هو بس هيخليك تشد في شعرك وأنت قاعد، وشعرك من الماضي، وشعرك من المستقبل، وتسأل نفسك ببساطة البيضة الأول ولا الفرخة؟ وده بجد كان سؤال في الفيلم. This is all. أنا شخصياً بشوف الفيلم ده عبقري في تعقيده، لأنه بيحمل رسائل كتير ومعاني كتير قوي وفيلم تاني جواه، وبجد صعب جداً تقول قصته إيه، لأن القصة الرئيسية بتاعت الفيلم ما هي إلا انعكاس خيالي غير حقيقي بالمرة لقصة تانية
أعمق، وحتى القصة الأعمق دي هي انعكاس لتأثير معنى أقوى وأعمق برضو، اللي هو يا جدعان انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ ما السينما أسهل من كده بكتير. لو كل الأفلام اللي فاتت دي انت كنت قادر تتواصل معاها بنسبة 70% بشكل واضح وسهل، ولكن جانب التعقيد فيها هو اللي صعبها عليك شوية، أحب أضمن لك إن الفيلم ده هتبقى ماشي معاك كويس جدا جدا جدا، لحد ما في لحظة واحدة هتلاقي نفسك زي أحمد زكي في فيلم ولاد الليل. لا انت فاهم ايه اللي بيحصل ولا منين بيودي على فين ولا اي حاجة، عامل زي البلبوس في الزحمة، بس كل اللي هتفهمه انك محتاج تتفرج على شرح وتحليل للفيلم ده، وساعتها هتلاقيني في وشك. واخيرا القايمة دي مش هتكمل الا برأيك انت، لازم تكملها في الكومنتات وتقول لي اكتر فيلم معقد من وجهة نظرك. ولحد هنا وخلص الفيديو، لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واشترك في القناة، والاهم من كل ده ان انت تتابعنا على فيسبوك، واشوفكوا الفيديو كده.